أهلا ومرحبا بكم من جديد، وصباح النور على كل المشاهدين داخل وخارج الوطن وعبر الطيور الجميلة بمختلف أصوات وألوان. بنرسل تحايا الصباح لكل الذين يشاهدون قناة الخرطوم الفضائية واستوديو صباح الخرطوم. بس عايز أقول لكم لسه الدنيا بخير ما دام الطير ماله بيطير. طول ما الطير بيطير الدنيا إن شاء الله بخير. عموما بقول لكم صباح الخير، وأول ضيوف الأعزاء الأستاذ الطيب محمد الأمين، مدرب التنمية البشرية والمعلم بالمرحلة الثانوية. مرحب بك وصباح الخير أستاذ الطيب في أستوديو صباح الخرطوم. مرحب كثير بقناة الخرطوم، ومرحب ببرنامج صباح الخرطوم. سعيد جدا أن أكون في القناة الفتية اللي بتلعب دور كبير جدا في نشر حركة الوعي في الخرطوم، ومنتشرة بصورة كبيرة جدا، وليها روادة وليها متابعينها اللي بيعتزوا بأنهم بيشاهدوا هذه القناة اللي بتقوم بدور كبير جدا في الناحية الإعلامية وتوعية المجتمع ونشر الأخبار. عمل كبير، تحية لكم. أنا عايز أتكلم معك إن شاء الله عن يعني من ناحية تنمية بشرية، عن التعزيز الإيجابي. في البداية نعرف المشاهدين ما هو التعزيز الإيجابي، ما المقصود بالتعزيز الإيجابي قبل ما أتدرج وأعرف أهميته والدور اللي بيقوم به. تفضل. التعزيز الإيجابي حقيقة هو تعزيز السلوك الجيد اللي بيعزز القيم المطلوبة، القيم الإنسانية النبيلة. التعزيز الإيجابي استخدام المفردات اللي بتعدل من الاتجاهات الإيجابية للأفراد بصورة عامة وبينعكس على المجتمع. التعزيز الإيجابي هو قيم بتزرع في المجتمع لخلق بيئة آمنة صديقة، بيئة فيها تصالح مع النفس ومع المجتمع بصورة عامة. أهميته شنو في المدارس بالتحديد أستاذ الطيب؟ أهميته في هو بيعتبر من أجود أنواع البدائل التربوية حقيقة. يمكن عندنا في المدارس البيئة، عندنا البيئة القاسية، الضرب، العنف البيمارس في داخل المدارس. التعزيز الإيجابي بيمتص كل السلبيات الموجودة في البيئة المدرسية بصورة عامة، وبخلق بيئة جاذبة آمنة للطلاب لتناول دروسهم والنجاح بصورة عامة. النجاح، ومش النجاح الأكاديمي فقط، إنما النجاح في الحياة بصورة عامة، أنه الإنسان من ناحية يكون حتى تربوية يعني. نعم، من ناحية تربوية هو مهم ومفيد لي الطلاب وللمعلمين وللآباء وللمجتمع بصورة عامة. يعني الدور الأكبر بيقع على عاتق المعلمين عشان يوصلوا التعزيز الإيجابي ده للطلاب، ولا لابد أنه الشرارة الأولى تنطلق من الأسرة، ولا لا الأسرة ممكن تكون بعيدة لكن المدرسة تلعب دور كبير في هذا الاتجاه؟ في الدور التربوي يمكن بنلقى أنه من سن صفر لسن 6 سنة معظم الدور ده بتقوم به الأسرة. من 6 سنة ل18 سنة بيجي دور التعليم العام، فهي مسألة تكاملية. حتى وأنه ما يكون في تناقض ما في التربية بصورة عامة، بالضرورة يستخدم التعزيز الإيجابي في البيت وفي المدرسة، بحيث أنه العملية التربوية ما يكون فيها تناقض، لأنه دور التربوي بنلقاه متكامل ما بين الأسرة والمدرسة، ويدخل المجتمع، تدخل الميديا، لكن الدور الأكبر بنلقى أنه الأسرة
بالإضافة للمدرسة بالاحتكاك. التنمية المباشر. البشرية يعني هي نشطت في السنوات الأخيرة، يعني في السنوات أو في النهايات الأخيرة، ما أصلا الحياة دي مفترض تكون مغروسة من بدري. في وجهة نظرك وأنت مدرب تنمية بشرية، لماذا في السنوات الأخيرة حتى يبتدى يعني يظهر الكثير من مدربات ومدربين للتنمية البشرية بالتحديد؟ يعني لانه يتعدل المفهوم، كان الناس بيفتكروا انه الموارد هي الموارد الماديه، لكن اتضح انه الان الموارد الاساسيه هو المورد البشري. لذلك لذلك بقى في حركه كبيره جدا في التنميه البشريه، عشان انت توظف الموارد بتاعتك بالصوره المتاحه. اول ما تبدا بالجانب البشري، اذا انت قدرت تخلق انسان يستطيع أنه يتصالح مع نفسه، إنسان مفيد، اتجاهاته إيجابية في الحياة، عنده قيم نبيلة بيعيش بيها، عنده مجموعة من المهارات، يبقى كده ده أنت بتقدر تصل للشيء، تحدث التغيير اللي أنت بتنشده. لذلك جاء الاهتمام بالتنمية البشرية. نعم، إذا ننتقل لمحور آخر اللي هو الإجازة اللي تمت أخيرة من قبل وزير التربية والتعليم الاتحادي والإمضاء عليها بالموافقة. نتكلم عن هذه اللائحة وما تحتويه. يبقى يمكن واحدة من الحاجات المفرحة لنا نحن في المدارس بصورة عامة، مجتمع المعلمين وللآباء وللأمهات وللطلاب، إجازة هذه اللائحة اللي أساسا المصدر بتاعها هو قانون الطفل 2010، فيه المادة 5.2 بتقول أنه في قانون الطفل على وزارة التربية والتعليم الاهتمام بالطفولة وتوفير الإمكانيات المتاحة للنمو الصحيح السليم. وده بيتم بالنف الجسدي واللفظي والمادي والجنسي بصورة عامة، مع استخدام المفردات الإيجابية في تربية الأطفال بصورة عامة في داخل المدارس. أيضا في المادة 29.2 بتقول أنه على وزارة التربية والتعليم أنها تحدد الجزاءات المناسبة للمخالفات العنيفة الممكن تحدث في المدارس. أهمية هذه اللائحة بتكمن في أنه كان إذا حدث أي عنف لأي تلميذ أو طالب بيمشوا إلى محكمة الطفل. المعلم أو مرتكب العنف مع الأطفال بيحاكم بالمادة 51، مادة جنائية. أهمية المادة دي في أنها أدت وزارة التربية والتعليم الحق في أنها تضع الجزاءات المناسبة. يبقى إذا وزارة التربية والتعليم حددت الجزاءات المناسبة للمخالفات العنيفة تجاه الأطفال بصورة عامة، يبقى نحن هنا دي المعلمين بصورة عامة ما بنضطر نوديهم لمحاكم الأطفال، ما محاكم الأسرة والطفل، ما بنوديهم للمحاكم الجنائية، لأنه القانون أدى وزارة التربية والتعليم الحق في أنها تفرض هذه الجزاءات. بما أن أجيزت هذه اللائحة، أنا أفتكر أنه بعد وزارة التربية والتعليم هي المسؤول المباشر والأول من محاسبة ومنسوبيها. يعني تنزيل لأرض الواقع، هل المادة 51 دي في وجهة نظرك أنت الخاصة وأنت معلم للمرحلة الثانوية، هل هي مجزية؟ يعني هي مرضية ولا مرات بتحس في البنود بتاعتها فيها ضعف، يعني من 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 حيث الأحكام اللي بتوجه للشخص اللي بيرمي العنف، سواء كان الجنسي أو الجسدي أو اللفظي أو خلافه؟ يعني العلاقة بين الطالب والمعلم علاقة متميزة وعلاقة فريدة وعلاقة يشوب نوع من القدسية. الآن إذا حصل خلاف
في داخل الأسرة في مادة أكاديمية أو في أي مفردات، بنلقى أنه الطفل بيقول أستاذ فلان أو أستاذة فلانة قالت كده، حتى لو كان الأب أو الأم معلم. لذلك خصوصية هذه العلاقة بتحتم أنه الاحتكام يكون لوزارة التربية والتعليم، لأنها هي المسؤولة الأول المباشر من منسوبيها. المادة 51 بتدخلك في الحتة بتاعت الإجرام، بتدخلك في الحتة بتاعت المخالفات المجتمعية غير المرغوبة. لذلك أنا بفتكر أنه إجازة هذه اللائحة وأن وزارة التربية والتعليم تقوم ب فرض الجزاءات المناسبة للمخالفات المختلفة داخل المدارس، أنا بفتكر أنه دي نصر كبير للمعلمين، نصر كبير للأسرة، نصر كبير لوزارة التربية والتعليم وللمجتمع بصورة عامة، باعتبار أنه بنحافظ على خصوصية العلاقة ما بين المعلم والطالب وما بين المعلم والأسرة. طيب أستاذ الطيب محمد الأمين، يعني نقدر نجيف عن ظاهرة معينة نقدر نقول هي أكثر انتشارا وسط الطلاب، بما أن المجتمع السوداني بيتأثر ببعضه يعني في السلوكيات خاصة، يعني بتلقى كل منطقة الأطفال أو الطلاب في سواء كان المرحلة الثانوية وخلافه بيتأثروا ببعضهم. هل في حاجة يعني أنت مؤرقاك كمدرب تنمية بشرية بتحدث مثلا في مستوى التعليم الثانوي بالتحديد من قبل الطلاب؟ والله في يعني مثلا التدخين خلافه، يعني الحاجات دي واحدة من المخالفات تشير على انها هي انتشرت وبقت حاجة خلاص، يعني الطالب ما يخاف في التدخين، المفردات غير المرغوبة، التسرب من الدراسة، اللامبالاة، القلق الموجود خصوصا في المرحلة الثانوية لأنها فترة بتاعت انتقال ذات خصوصية، يعني يمكن بنعتبرها فترة بتاعت مراهقة. لذلك أنا بفتكر أنه يعني اللائحة دي وإجازتها مهمة جدا، لكن عشان اللائحة دي تتنفذ بالصورة المطلوبة بالضرورة يتم تدريب المعلمين على هذه اللائحة. طيب أستاذ الطيب محمد الأمين، عفوا للسؤال، يعني المراهقة دي ما معروفة، يعني كل الأجيال دي بتمر بالمراهقة، لكن لماذا البجاحة؟ ممكن يزعلوا مني بعض الشيء، يعني لماذا البجاحة في هذا الزمان؟ يعني لماذا قوة العين بكلام الحبوبات؟ يعني لماذا الجراء أو عدم الاحترام للأكبر منك؟ يعني ده الملاحظ على فكرة في هذا الجيل اللي هو في سن المراهقة، يعني دي الملاحظة اللي أنا لاحظتها في الشارع العام، في عدم احترام يعني للأكبر سنا. ما هو الشيء الذي تغير يعني في المجتمع السوداني؟ ما هو الناس زمان كان بتراهق مراهقة، لكن في احترام متبادل، يعني حتى في العبارات، في سلوكك في الشارع العام، الخوف من معلمك، الخوف من أسرتك الصغيرة، من جارك حتى في الشارع، صاحب الدكان في الحي بتخاف من أن تبدر منك كلمة واحدة يعني لفظ جارح لشخص آخر. يعني تغيير المفاهيم والنمط التربوي المتبع في الأجيال، أجيال خلينا نسميها أوائل الثمانينات السبعينات وانت ماشي، كان في مفهوم محدد للتربية، الضرب ينفعهم والعلم يرفعهم، ده كان المفهوم السائد وبناء عليه، وكان في تواصل ما بين الأجيال المختلفة. الحبوبة، انت تكلمت عن الحبوبة، الأسرة الممتدة، الميديا وانتشارها، الثورة التقنية الهائلة دي أدت لأنه تتعدل المفاهيم. الحديث عن العنف بصورة عامة، عدم قبول الآخر، المفردات القاسية العنيفة اللي بتستخدم من قبل المربيين ما عادت مقبولة لدى الأجيال. الأجيال دي الأجيال الحديثة بتختلف عننا في أنها عندها جرأة وعندها تمسك
حقوقه واحساس هي ميزه يعني الجرأه دي لما قطعا ميزه لما ما توجه التوجيه الصحيح قطعا يعني هي قطعا ميزه لانه في فهم مغلوط عن كثير منهم او كلهم انه الجرأه دي انت تقول اي كلمه يعني حتى لو كانت جارحه انا اقولها وانا ماشي يعني في بعض الناس مفهومه خاطئ يعني للجرأه يعني واستخدامها يعني بالضبط في ال- 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 الاسره التغيير اللي حصل في الأسرة كان العدد بتاع غير المتعلمين ما كبير، الآن بتلقى أنه النسبة تحت المتعلمين نسبة كبيرة جدا. التعليم دي شهبه حتة بتاعت انعدام مهارات وانعدام قيم وسوء في الاتجاهات بصورة عامة. نحن محتاجين نقف كأسر وكمربيين بصورة عامة في تحديد نوع العلاقة ما بيننا وأطفالنا. يمكن في كلام كثير جدا في تدريب المعلمين بالذات على مسألة التعزيز الإيجابي اللي كان بنتكلم عنه قبل. نحن يعني عندنا إشكالية في فهم احتياجات مراحل نمو الأطفال بصورة عامة. عندنا مشكلة في النمط التربوي اللي بنستخدمه مع في الأسر مع أطفال. لذلك حصل خلل في العلاقة. فكتربويين وكآباء وكأمهات محتاجين أن نعيد الصياغة أو الفهم للنمط التربوي اللي نحن بنمارسه معه. ما الدليل لحاجة الغير؟ والكثير مرات المبرر يكون يقول لك الظروف الاقتصادية هي اللي وصلت مثلا بعض الشباب انه مثلا يتغولوا على حاجات الاخرين، يعني اذا وجد حاجة ممكن هو يبيعها ممكن ياخذها بحكم انه دي الظروف الاقتصادية. يعني هل اختلت التربية نقدر نقول والله أنت معه ولا ضد؟ يعني أنا كيف يعني يكون مفهومي أنه الظروف الاقتصادية دي بتخليني أنا أميد إيدي وأشيل تلفونك اللي في جيبك ده وأبيعه؟ يعني ده بيعتمد بيرجع على ده بيرجع لنوع التربية اللي اترباها الطفل في البيت. عندنا المرحلة من ولادة لسن 6 دي بتعتبر من أخطر المراحل في تكوين الشخصيات في تكوين شخصية الأفراد بصورة عامة. إذا نوع العلاقة ما بين الأبوين والطفل تلبية رغبات الأطفال بصورة عامة، التعامل مع أطفالنا، يعني إحنا بنفتكر أنه هم أطفال وبنفرض عليهم حاجاتنا وأفكارنا وخبراتنا. المسألة دي عندها يعني مردود سالب. في سن سنتين بتبدأ تكون الشخصية تحت الطفل. فبنلقى مثلا في سن سنتين سن ثلاثة سنة بتبدأ مرحلة بتاعت عناد اللي هي دي البذره بتاع التكوين الشخصي. ايوه هو اللي هي تستمر لحد 6 سنوات. انا معاك في النقطه دي لانه نحن كسودانيين بنهمل الجانب ده، وهو ده دي الحته اللي بتكون شخصيه الانسان. يعني اللي هو من عمر 2 انت بتفضل تربي التربيه الصحيحه الى 6 سنوات. للاسف الشديد انا قبل كده قلت الكلام ده انه نحن ما في اهتمام بيحدث بالطفل الا بعد ما يدخل المدرسه اللي هو بيكون عمل 6.5 أو 7 سنة، حتى هم بعد ذاك بيبتدوا يعلموه. وللأسف الشديد بيكون خلاص يعني ما هو عنده بيخزن بالشمال، يعني بدخل باليمين بيخزن بالشمال من سن 2 لحد 6 سنوات، بيبقى هو ما في أي تخزين فاضي. يعني هو في تخزين لكن بيكون تخزين سالب، اللي هو نحن بنمارس أو بنزرع سلوكيات غير مرغوب فيها. يعني ما أقصد التخزين الإيجابي يعني. نعم أيوة، في إشكالية في التخزين الإيجابي إن كان في استخدام المفردات بصورة عامة، إن كان في النظرات، إن كان في الاستجابة لرغبات الأطفال. زي ما ذكرت في سن 2 لسن 6 سنة دي التكوين بتاع شخصية الطفل. يبقى لو أخذنا مثال صغير، الطفل عمره 3 سنة بقول له أمه هو في الصيف داير يلبس الملابس بتاعت الشتاء، الأم بتقوم بتفرض
بتقول لا باعتبار انه دي الخبرات بتاعتها، بتستخدم الخبرات بتاعتها. من هنا بيبدا الحته بتاعت العناد والسلوكيات غير المرغوب فيها اللي بدك تتكلم عنها انت، اللي هي بندفع ثمنها بعدين، خصوصا في الفتره بتاعت المراهقه اللي هي السن بتاعت التمرد، لانه كل التخزين اللي كان موجود في بدايه حياه الطفل بيبدا يظهر لنا بعد ما يبدا ينضج عوده في سن المراهقه. لذلك بنلقى انه مسؤوليه مهمه جدا. الحاجه الثانيه التناقض اللي بيتم، يعني نحن مثلا بنلقى انه كل الاسره عاوزه تربي، في حين انه دي مسؤوليه الاب والام صحيح. الحبوبه عاوزه تربي، لو اسره ممتده فيها خال وفيها عم وفيها، بيبتدي الطفل بيتشتت لانه خاله ما زي عمه، كل زول عنده سلوك في التربيه يعني، فبيبدا هو يمشي مع عمه، مع خاله ولا مع عمه، خالته ولا عمته ولا حبوبته دي ولا حبوبته الثانيه، يلا بيبقى هو مشتت في النقطه دي. عشان كده انت كبير اتكلمت على الحته بتاعت الفساد، حته الفساد بتبدا من الحته دي، في انه هو صغير الحته بتاعت التناقض في التربيه بتخليه يميل للجانب اللي بيجيب في مصلحته، فبتبدا لقدام ما بيكون عنده المفهوم بتاع الامانه والاخلاق، المفهوم الذاتي، صرف النظر عن انه هو صح ولا خطا، أنا فرق بيظهر. نعم. طيب أنت مع ولا ضد تمليك الطلاب في المدارس أو في الحقيقة في السن العمرية دي، يعني سواء كان في مرحلة الأساس أو حتى الثانوي، تمليك التليفونات؟ يعني لأنه الناس بقت تربط، حتى هم كأطفال بدوا يربطوا المسألة بتاعت امتلاك تليفون ذكي بالتخلف وبالتحضر يعني. فانت مع ولا ضد انه، لانه في بعض الناس بيقول لك يا اخي مفترض الطالب ده لما يخش الجامعه تكون الهديه بالنسبه له، وبعد ده هو يبدا يخش الاجواء دي، لكن ما عدا ذلك ممكن يخش في تليفون امه العاب معينه وخلصنا يعني. فعايز اشوف رايك انت مدرب يعني. الجيل ده جيل تقني. قبل ما يتعلم يتكلم الطفل بتلقاه بيعرف يستخدم التلفون. كثير من الأسر الآن بتلجأ، صحيح، وأذكياء هم في استخدامه. يبقى هرجع تاني لموضوع التربية والعلاقة ما بين الأب والأم، ودي حتة مهمة جدا، العلاقة ما بين الأب والأم، أنه المصدر الأساسي للتربية يكون الأب والأم. والثقة تكون متوفرة ما بين الأب والأم. صحيح. لما تقولوا ده غلط يفهم انه ده غلط، لما يقولوا ده صح يفهم انه ده صح. انا مع استخدام التلفونات واستخدام الميديا بصوره عامه، لانه الجيل ده رضينا ام ابينا ده جيل ميديا، لكن توظف المساله دي وفق شروط، ودي برضه بيحدد نوع العلاقه الحميمه ما بين الاب والام، ما بين المدرسه ومعلمينها وطلاب المدرسه او تلاميذ المدرسه بصوره عامه. عندنا انا حتكلم لك عن بس في نص دقيقه عشان زماننا خلاص انتهى، حتكلم لك عن تجربه حدثت في 30 ثانيه في عندنا هنا في كرري، في محليه كرري عندنا مدرسه. المدرسه دي يعني بتلقى فيها قيم ممتازه جدا، الطلاب بيقسموا زارعين فيها اشجار مثمره، الاشجار المثمره دي ما في جهه معينه، الطلاب هم اللي بيقوموا به جني الثمار دي وتقسيمها على مختلف افراد الاسره، وده ناتج لشنو؟ للعلاقه الحميميه ما بين اداره المدرسه واسره المدرسه والمعلم. ارجع للحته بتاعت التعزيز الايجابي في استخدام المفردات وتعديل الاتجاهات وزرع القيم، بحيث انه يحدث التغيير المطلوب للشخصيه اللي بننشده بصوره عامه. ان شاء الله احنا بننشد جيل قادم متحضر ومتطور ومتعلم، ويعني يساعد في بناء وتنميه وعمران الوطن. شكرا استاذ الطيب، شاكرين على محمد الامين، شاكرين على الحضور، وانت مدرب تنميه بشريه واستاذ اللغه الانجليزيه بالمدارس الثانويه، شكرا كثر خيرك كثير. قبل ما امشي الكنترول عايز
عايز أقول لكم بمناسبة التربية بتاعت الحبوبات، يمكن في السوشيال ميديا برضو في طفل هو مصري اسمه أحمد 11 سنة بيبيع ليمون في محل بتاع بنزينة، فالطفل ده حبوبته مربيه وإنه ما ياخد ولا تعريفة من زول، يمكن تكون تابعته الطفل ده فبيرفض دار تشتري منه تشتري تديه. هل تعلموا أن الطفل ده بالسلوك الحميد والنبيل اللي غرسته حبوبته فيه أس الآن الطفل ده يعني سيدة يعني قالت ما عايزة تذكر اسمها كتبت شقة باسم هذا الطفل اللي عمره 11 سنة وحتتبنى تعليمه وحتدخله 11 سنة ما دخل المدرسة. فشوفوا الزول لما يكون مربى تربية صحيحة الله بيكون واقف معه، ده نموذج لطفل من أطفال هذا الزمان زمان التكنولوجيا. نمشي الكنترول ونرجع نواصل في هذا البث الحي من استوديو صباح الخرطوم. شكرا.